سلمى، الفنان خليل إبراهيم عم يدرس الهندسة الزراعية بجامعة البعث، لكن احترف بطريقة مختلفة تجسيد ملامح الوجوه ببراعة وفن. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك خليل. يعني خلينا هيك نبلش مثل ما حكينا من الهندسة الزراعية للرسم والبورتري، كيف صارت هاي النقلة؟ هو النقلة مو من الهندسة للرسم، الرسم موجود قبل الهندسة من زمان، من عمر صغير كانت هواية وتسلية، وحتى ما كنت أرسم بشكل دائم وكانت رسماتي متواضعة بهذاك الوقت، بعدين مع الوقت صرت نميها لحد ما وصلت لهون. عم يحكوا الشباب بالكنترول قديش فعلا في رسم واتقان وموهبه من خلال التقرير اللي كنا عم نتابعه، قديش فعلا اليوم يمكن كثير من المواهب الشابه بحاجه لدعم لتكون موجوده. يعني في عندك موهبه وفي عندك اراده، يعني عم تقول هي من الصغر وانا مصمم بعد الدراسه انه اكمل فيها. صحيح، هو مو من الصغر انا ردت نميها بعد ما شفت لوحات لوجوه واقعية اللي هو البورتري، انجذبت لهذا النوع من الرسم وحبيت اتعلمه. بذكر انه اول تجاربي كانت بصورة موبايل من دون قواعد ومن دون ادوات، مجرد ورقة وقلم رصاص. كل اللي عملته اني لحقت تفاصيل الصورة. وهي بدها تفاصيل، لما تقول ملامح وبورتري بدك تفاصيل الوجه اللي هي بتكون معبرة. هلا انا بالبداية ما كنت واعي لهاي الشيء، يعني كنت بس بلحق تفاصيل الصورة، عم بحاول اني انقلها على الورق. وبعد ما انتهيت من الرسمة تفاجأت بالنتيجة، يعني كانت نسبة الشبه حوالي 70% بين الصورة والرسمة، ومن هون اجى قراري بتنمية الموهبة. حلوة لما هيك بترسم حدا وتفرجيه صورته فبينبسط كثير وبيقول، وخصوصا البورتري، يعني في كثير ناس نستضيفهم بيقولوا لك قد ما كنت قريب بالبورتري من الشخص كل ما اخذت هيك دفع معنوي لما بيشوف شخص حاله. نحكي شوي عن الاسلوب نفسه، اسلوبك بالرسم. بورتري له كثير اساليب، في ناس طبعا برصاص، في ناس بالفحم، في ناس بيحبوا بالالوان، شو الاسلوب اللي اتبعته؟ اساليبي مجمعه من اكثر من فنان، سواء كان استاذ كبير او مبتدئ، وطبعا اسلوبي الخاص. الاسلوب عندي بالرسم بيعتمد على الصوره اللي عم برسمها، فمثلا صوره طفل صغير ما ممكن ارسمها بنفس اسلوب رسمي لصوره رجل مسن مثلا، يعني بتحكم بالتفصيل اللي عم برسمه او باللوحه ككل، وبتنقل بين الخامات الرسم بين الرصاص والالوان والفحم. كنت عم تقول في البدايه انه يعني ما كنت واعي بالقدر الكافي لهي الموهبه، وبعدين نميتها من خلال يمكن دراسه القواعد الاساسيه. كيف من خلال مثلا انا بتابع مع ورشات او دورات تدريبيه او مع فنان لقدر فعلا تكون بهي الدقه وتكون بهذا الفن؟ هلا الشغف كان موجود من البدايه وقلت لك عن محاولتي، بعدين لما تقصدت اني نميها ساعتها توجهت للمعاهد وتوجهت للفنانين الموجودين عندي بمدينتي، وفي شيء عن النت وفي شيء محاولات ذاتيه، بس الاثر الاكبر كان لاساتذه بالمجمع الثقافي بحمص، الاستاذ احمد الصوفي والاستاذ اياد بلال. كان يعني فتره التعلم معنا ما كانت طويله، بس كان حتى كلماتهم كانت مؤثره، يعني فائده من بدايه الدرس حتى نهايته. بس لما شافوا اول صوره لإلك بعد شو قالوا لك؟ قالوا لي بدك تدريب اجباري. هلا الاستاذ هيك بيقول بيكون هذا دفع اكثر، بيكون عم بيحفزك، بس اكيد هو بيكون فخور فيك. شفنا النتيجه على الشاشه بعدين. تماما، وفخور بالنتائج اللي انت وصلت لها. هو اول شغله قال لي اياها انه انت بحاجه الشغف اكثر من الموهبه، مجرد انك انت بتحب الرسم راح توصل فيه. الا لانه لهذا هلا انا ماني راضي، يعني لسه بشوف لوحات عالميه ولسه يعني بنقصني اكيد، بس ماشي بهالمجال الحمد لله. طيب اشتركت بشيء؟ حاولت تشترك شيء برسوماتك، مسابقات معارض او معارض مثلا؟ لا ما شاركت ولا عندي نيه مشاركه. كيف بأي عم بتسوق لنفسك؟ انا بهدف لاني اعمل معرض لحالي بعد ما اتقن اغلب مجالات الرسم، ليكون المعرض بيحكي عن تجربتي الشامله للرسم. يعني في طموح لانه فقط مش تختص بورتري، يعني عم نحكي عن اساليب اخرى ضمن تكون معرض خاص لإلك. طموحي اني اكون بعرف اتعامل مع كل خامات الرسم، مو اني محترف بمجال واحد. انا اللي بتحبه اكثر شيء او انا اللي بتحس حالك متفرد فيه؟ الالوان. الالوان. طيب هل عم يعني عم تنشر بس على الانترنت، على وسائل التواصل الاجتماعي اكثر؟ ايه يعني مقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي طبيعه الحال معارفي يعني بفرجيهم رسماتي كل وقت. بس مو اكثر من هيك، قلت لك موضوع المعارض انا رافض مني لحالي اني اشارك باي معرض.
لحتى اعمل معرض خاص فيني. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب نستضيفك قريبا، يكون عندك معرض خاص بحضرتك ويكون عندك اساليب اخرى. شاهدنا نوع من هي الاساليب، بورتريه كان بطريقه فنيه جميله وصور فعلا فيها شغف وموهبه خاصه. نتشكرك. بالختام اذا بتحب تضيف كلمه اخيره. هلا اي كلمتين، يعني اي حدا ناوي يوصل باي مجال والرسم او الفن على وجه التحديد فبيحتاج الشغف والاستمرار. ان شاء الله يا رب. بدنا نشكرك على وجودك، نتمنى لك دائما التوفيق، ونحن دائما ببرنامج صباحنا غير عنا محطات خاصه لحتى ندعم فيها الشباب السوري الموهوب. شكرا لك. شكرا على الاستضافه، وبسرني طبعا تقديركم للفن والفنانين. شكرا لك. نشكرك الفنان خليل ابراهيم على وجودك معنا، وان شاء الله يا رب يكون فوق لك فقط معرض في سوريا، معرض عالمي. شكرا كثير لك.